يفكر مع تيتي يرجع لمحور الدفاع ويرجع لشارة القيادة. فاغنر طبعا لما نحكي لمشاهدينا الكرام مدافع كلوب كوتينيو نجم برشلونة يعطي كرة اختيار دفاعية موجودة من جانب منتخب كوستاريكا. براين لويس التصويب من كوتينيو، أول كرة غدارة بأقدام الرائع كوتينيو يتفاعل مع جمهور سيرساو في بداية المباراة. طول كرة سريعة يحاول براين لويس ترجع عكسية لويليان، هجوم برازيلي خطير. ويليان يمشي نيمار ليوز والهجمة الرائعة كامبوا بورخيس مورا وأول فرصة في المباراة لمنتخبته. خليها وراه جابرييل جيسوس، هنالك مخالفة، نيمار يتعرض للإصابة. علي التعليم مورا، نيمار يوزع برار يعدي ودي كورة وكالور نفاس أمام ميراندا. كوتينيو يعطي السرعة للمنتخب البرازيلي لكن بكرة مباريات تاريخية بين المنتخبين. ودي كورة يوزع نيمار، القائم الثاني تياغو سيلفا. نيمار كرة باق نيمار لكن ما عندوش والتسلل طبعا واضح على جابرييل جيسوس. فرحة برازيلية ما تمتش، ونجم مانشستر سيتي كان في الوضعية الغير قانون. اسأل عالم روسيا 2018 نيمار الغدار، هذا علاش صنفته غدار، لأنه عنده طريقة مغناطيسية في الانقضاض على الكمار. غدار نيمار يوزع توزيعة رائعة ملكية من نيمار والراية الهولندي. ويعدي باولينيو، هجوم خطير للبرازيل. باولينيو جول، إعادة للفرصة الكبيرة لنيمار. تينيو لجابرييل جيسوس، فيها جول مار، أو الكرة بالتصويب سهلة، كرة سهلة لكيلر نافاس على مرتين. برازيل اللي تحتل المركز الثاني بتصنيف المنتخبات العالمية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم. دوغلاس كوشتا يوزع كرة مرتدة. أوفيدو لبراين رويز، براين رويز يوزع وميرال كيس كاسيميرو كوتينو، وطبعا الهجوم لفيرمينو وجابرييل جيسوس. أليسان دو سيلفا كرة بالراس لدوغلاس، دوغلاس رايح على الكرة كاسيميرو. نيمار كرة بالراس، كرة كاسيميرو بالراس، وكالعادة كايلور نافاس. جابرييل جيسوس لا، ونيمار الغدار. مش معقول، غير مقبول يا نيمار يا نيمار. كرة الدلال، كرة الجم، إعادة لأبرز فرص نيمار. برازيل مكتفي بتعادل في طعم المرارة أمام كوستاريكا. كوشتا يغير، رائعة نيمار. وادي كرة فيرمينو، جول. لا، ضربة جزاء للمنتخب البرازيلي ضد اللاعب أوسكار أوديو دوارتي. ضربة جزاء للغدار نيمار، تقلب كل هذا المشوار في حساب لحسم الأمور. وسط اليسرى أعاقت نيمار ويقول لا، يتراجع الفار. وما أدراك ما الفار في صعوبة هذا المشوار. الحكم الهولندي بيور فاغنر
هل يأتي الهدف البرازيلي الآن؟ وين التصويب؟ يحاول بها دوغلاس، دوغلاس التميض والتصويب، التصويب كاسيميرو وكيلور ناباس الزميلو في الملكي ريال مدريد يتصدى لهذه الكرة من الأسرار. دوغلاس كوش تاني كاسيميرو اللي وزع بالرأس حول كوستاريكا، وهذه كرة بالرأس، جول 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 كوتينيو، كوتينيو بدلالك يا كوتينيو، بجمالك يا كوتينيو، سر الكرة البرازيلية الحالية هو كوتينيو، هو الإمبراطور في هذا المشوار المغوار، هو كوتينيو رايع بدونه لبرازيل يتم. الثاني 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 كاسيميرو، الثاني الثاني الثاني، جول بدلالك يا نيمار، بجمالك يا غدار، هو نيمار صاحب نهاية المشوار بفنياته، نجم السامبا برقصاته يدهش المشاهدين، نيمار عشاقه بالملايين بهدف رقم 56. شكرا على المشاهدة، لا تنسى الإعجاب بالفيديو وترك تعليق، وكذلك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.